أعلن أمام الشعب العراقي العزيز سحب ترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس مجلس الوزراء وحكومته وفقا لرؤية المرجعية الدينية العليا وحسب الشروط التي حددتها المرجعية. علما لقد أعلنت انسحابي أمام القوى السياسية وأصحاب الشأن قبل عدة أسابيع، واليوم أعلن انسحابي رسميا أمام الشعب العراقي العزيز. أيها الشعب العراقي الأبي، إنني منكم وإليكم كنت وما زلت وسأبقى مدافعا عنكم، حريصا على مصالحكم، مستعدا للتضحية بنفسي وبكل ما أملك من أجلكم، وسأكون كما عهدتموني في موقف التصدي والتحدي دفاعا عنكم وعن مصالحكم قريبا من همومكم وأحوالكم، كما كنا في ساحات الجهاد ضد الإرهاب الداعشي بدون عنوان، سأكون في ساحات البناء كذلك بدون عنوان.